أهم ناس في حياتك اللي أنا شايفاه يعني إن هما كانوا موجودين في التقرير اللي إحنا شفناه مع بعض، وكل اللي بيعرفك بيشكر فيك وبيقول إنه أنت علاقتك بوالدتك يعني خاصة جدا ومن أحسن العلاقات، وإنك حنين وبر بيها جدا، وبيقولوا إن كذلك برضو كنت كده مع والدك الله يرحمه. احكي لي على سر العلاقة وإيه وليه الدموع اللي أنا شايفاها في عينيك؟ جه عليا وقت كانت الظروف المادية كانت صعبة جدا، وأنا من النوع عندي أمي كانت على طول تقول لي أنت عندك عزة نفس مش عند حد. عمري في حياتي ما رحت لحد وقلت له اديني جنيه. مهما اتزنقت يعني ممكن ما تبقى جعان ومش لاقي تاكل، وعمرك ما رحت تقول لحد اديني عشان اكل؟ عمري ما رحت لحد. كان بيجي عليا وقت ما معيش غير مفتاح شقتنا وما معيش غير البطاقة في جيبي، وأنا طالع مثلا بالليل كنت ممكن أجيب مثلا ربع كيلو لبن أو نص. ربع كيلو لبن كان من فترة كان كنت بجيب بجنيه لبن، اديني بجنيه لبن عم سعيد اللبان عندنا، وكنت بجيب مثلا بقسماط، وعلشان خاطر ما فيش يعني ساعات ما كانش بيبقى فيه أكل أو عشاء أو كده في البيت، كنت بجيب البتاع اللي هي اللبنة اللي بنعمل فيها بنسخن فيها اللبن، وكنت بحط فيها اللبن، وكنت بعمل براد شاي سادة، وكنت بصبه كله جوه البتاع ده، وكنت بكسر البقسماط جوه البتاع اللي هي اللي فيها الشاي باللبن ده. ده كان بيبقى عشايا ساعات. ده كان بيبقى العشاء بتاعي. ومع ذلك يعني ما طلبتش من حد حاجة، ولا ممكن في يوم ممكن يكون ما عندكش ده وما تطلبوش كمان؟ ما تطلبش يعني. وانت كنت بتبقى جعان علشان تسد جوعك كنت بتعمل الشاي مع اللبن مع البقسماط علشان يملى معدتك؟ يملى معدتي عشان بقول لك على حاجة بقى، أنا كنت بحبك دلوقتي بحبك وبحترمك، لأنه اللي أنت بتقوله ده يعني حاجة تخلي البني آدم يحترمك على فكرة، دي حاجة تزيدك مش تنقص منك أبدا. طبعا. بالعكس بالعكس، ده شرف ليا لما بتكلم أنا في الحاجات دي، والحمد لله أنا يعني اللي أنا وصلت له دوت، لو بقيت رقم واحد على العالم كله هرجع أقول الكلام ده برضه مش هبطل. لو بقيت رقم واحد على العالم كله هرجع أقول الكلام ده برضه مش هبطل.